بسم الله الرحمن الرحيم. احنا معنا اليوم الدور ما قبل الاخير في الفقه في تاريخ الفقه الاسلامي. معنى الدور الفقهي السابع. ودور الفقه الدور الفقهي السابع اللي هو يعني معنون وعنوان يبدا من ظهور المجله الى نهايه الحرب العالميه الثانيه. والمجلة هذه هي مجلة بيسموها مجلة الأحكام العدلية، اللي مجموعة فقهاء وقانونيين في الدولة العثمانية ساغوا بعض الأحكام المتعلقة بالمعاملات، ساقوها في شكل قوانين، وهي موجودة الآن. يعني أنت لو رحت عند أي محامي في مكتب أي محامي هتلاقي عنده مجلة الأحكام العدلية، هي اللي بيرجعوا لها في كل قضايا المعاملات. هاي بيقول هو في عنده هذا العصر اللي قلناه اللي بيبدأ بظهور المجلة وبانتهاء الحرب العالمية الثانية. الدور الفقهي ايش احوال الفقه فيه؟ شوفنا احنا الاحوال الاولى، احوال الازدهار واحوال التأسيس واحوال الانحطاط والجمود واغلاق باب الاجتهاد. هان هنشوف في ظاهرتين اساسيتين في هذا العصر، وهي ظهور مجلة الأحكام الشرعية العدلية. يعني هي طبعا مستمدة من الشرع، مستمدة من مذهب أبو حنيفة، وكان هو المذهب المعمول به في ظل الخلافة اللي هي الدولة العثمانية. ظهور مجلة الأحكام الشرعية بصفة قانون مدني، عشان هيك ما تعرضتش للأحوال الشخصية، زواج وطلاق، ولا تعرضت للعبادات، ولا تعرضت حتى لقانون الجنايات، تعرضت وحنشوف احنا في كلام زي هيك في تقييمنا للمجله، شو عيوبها وشو ايه مزاياها. اذا هذا العصر تقرأ كويس برضه زي ما نفهم كل مره، في ميزتين. اقول لك انا تميز العصر الفلاني بكذا وكذا، تقول لي والله بظهور المجله مثلا، وبإيش كمان؟ باتساع دائرة التقنين. صار الفقه بدل ما هو في، شوف الآن لما تخش أنت على مكتب الفقه الإسلامي آلاف الكتب وآلاف الأبحاث، والكتاب الواحد عشرات المجلدة. يعني عندك مثلا فتاوى ابن تيمية، فتاوى ابن تيمية 36 مجلد. عندك كتاب الموصول في الفقه الحنفي 30 مجلد. تخيل عندك كتاب الفقه الشافعي المجموع حوالي 24 مجلد. عندك المغني لابن قدامه فقه حنبلي، يعني معنى بيقارنوا في المجموع وفي المغني وفي باراء اخرى، لكنه في الاساس حنبلي، 16 مجلد ضخم. طيب كيف تستنبط حكم منه؟ فنشطت في هذا العصر فكره التقنين، اني انا جعل يعني كتاب واحد مثلا زي ما عملوا المجله، وياخذوا منها فقهاء كبار وسوقوا قوانين تسهل على الناس حياتهم او طرق تعاملهم ومعيشتهم، وحتى على الطلاب بتسهل عليهم برضو ايه الابحاث. اذا ظهور مجله الاحكام واتساع دائره التقنين، هاي الميزتين الاساسيات او الاساسيتين اللي في هذا العصر. بيشرح هو موضوع ظهور المجله، بيتكلم الكلام اللي قلته انا، انه الفقه الاسلامي منثور وموزع في مجلدات ضخمه جدا، فهذا يمثل عائق امام البحث وامام استنباط المسائل ومعرفه الاحكام. هاي بيقول وهناك احكام الفقه الاسلامي احكام منثوره في الكتب الفقهيه. طيب يبقى الفقه الاسلامي لانه كان منثور في كتب متعدده لازم جمعه في كتاب، وهذه الكتب متفاوته في استيعابها للاحكام العمليه اللي قامت بها مجله الاحكام. اهتم بمجله الاحكام العدليه اللي هي ايه؟ هي جوهر البحث في الدور الفقهي السابع. سمعت يا ابني؟ بدك تراجع صفحه 225.
وهي يعني طريقة هيكلمك عن طريقة تأليف المجلة. هي بيقول لك في صفحة 26: فوضعت اللجنة في سنة كذا للهجرة هذه المجموعة المنتقاة من قسم المعاملات في فقه المذهب الحنفي عليه عمل اللي عليه عمل الدولة. وهذا كلام قلته أنا. والدولة أنهي دولة؟ الدولة العثمانية، دولة الخلافة. والمجلة تدور حول فقه المعاملات، البيوع، الشراء، الإيجار، الرهن، الهبة، الشفعة. حاجة فخمة جدا 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 ومختصرة يعني. بدي اياك تحفظ لي، هاي هو كاتب صفحة 226، تحفظ لي يعني مش تحفظ لي العناوين يعني اللي ذكرتها المجلة. ومواضيع المجلة 16 كتابا منقسمة إلى أبواب، والأبواب إلى فصول. أولها أنا إيش قلت لك؟ قلت لك إنه فيش فيها أحوال شخصية عن زواج وطلاق وميراث، وفيش فيها عبادات، وفيش فيها جنايات يعني السرقة، الزنا، الإفساد في الأرض. أول كتاب فيها البيوع، وآخرها كتاب القضاء. يعني هو جنب البيوع والمعاملات، البيع والشراء والإيجار والرهن ومش عارف إيه، كان فيه القضاء وما يتعلق به من بينات ودعاوى. وهي كتب لك الترتيب تاعها: 16 باب البيوع والإيجارات والكفالة والحوالة والرهن والأمانات، صفحة 227. احفظ لي هذه الأبواب اللي هي مشمولة أو مشتملة، مجلة الأحكام العدلية مشتملة عليها. وقد سمت اللجنة هذه المجموعة مجلة الأحكام العدلية. الآن بيتكلم عن المقدمة بتاعتها، إلها مقدمة قبل الأبواب. في المقدمة هذه تكلمت المجلة عن إيه؟ اتكلمت عن المجلة عن في المقدمة اللي هي الإيه؟ قال: وقد سمت اللجنة، طيب يعني مجلة الأحكام العدلية، ثم قدمتها بمقدمة. المقدمة فيها مقالتين: مقال حول تعريف الفقه اللي بنتكلم عنه الآن، والثانية ذكرت قواعد كلية. القواعد الكلية مرت علينا في بعض العصور. القواعد الكلية عبارات موجزة مستنبطة من الكتاب والسنة تتضمن مقاصد التشريع وأهدافه. يقول لك: الضرورات تبيح المحظورات. شوف عبارة مختصرة وحلوة وجميلة. أخذها من وين؟ أخذها من حديث سيدنا رسول الله: لا ضرر ولا ضرار. أخذها من القرآن: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. يبقى ضرورات، يقول لك مثلا: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. والله أخذوها من مجموع توجيهات القرآن الكريم والسنة النبوية أو الإسلام، لأن الإسلام دائما يوجه لما فيه المصلحة ويباعد بينك وبين ما فيه المفسدة. وذكرت فيه طائفة من القواعد الكلية زي إيش مثلا؟ زي ما قلنا: الضرورات تبيح المحظورات. زي مثلا: درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. زي: المشقة تجلب التيسير. زي: الحرج مرفوع. ذكر لك كم قاعدة برضو: الأمور بمقاصدها. ذاكر حوالي 99 قاعدة في المجلة. ذاكر الأمور بمقاصدها، وذاكر: من سعى في نقض ما تم من جهتي فسعيه مردود عليه. يعني في أمثلة كثيرة. لكن أبرز ما في المجلة إيه؟ في صفحة 227 برضو فقرة 16-4، أنه تجلى بها يعني قدر يميز، أو مجموعة الكتاب والفقهاء اللي كتبوا المجلة يا ابني ولخصوا الأحكام الفقهية في شكل مواد قانونية، قدروا يميزوا وفرقوا في تأليف الفقه قديما وحديثا. قال:
والتفريق في تأليف الفقه بين أسلوب المصادر العلمية والتعليمية وأسلوب المراجع القضائية من حيث الترتيب والترقيم وتسيير العبارة إلى آخره. هل جاءت هذا المطلب الأول من مما امتاز به هذا العصر؟ قلنا احنا بهذا العصر يمتاز بظاهرتين تشريعيتين، ظاهرتين تشريعيتين. الأولى ظهور مجلة الأحكام العدلية، والثانية حركة اتساع حركة التقنين وعوامله. وهذه سهلة جدا، في 16/5 صفحة 228 صار في تقنين في القوانين التجارية والقوانين العقارية. يعني بعدين الشيء الأهم من هذا في صفحة 228 في المذكرة اللي معاك 16/6، وقد كان من أهم العوامل، هذه العوامل يمكن يجيك صح وخطأ مثلا من عوامل كذا، من المجلة، التقنين صح ولا خطأ تختار. قد كان من أهم العوامل على اتساع حركة التقنين الأمور التالية، تقراها الأمور التالية صفحة 229 تقريبا 6 فقرات، تطور الاقتصاد والحاجة لاعتبار شروط العقود والاتجاه الحكومي كمان نحو التقنين والحاجة، يعني موجودات سهلة، ليس هناك أي مشكلة بإذن الله. وبعد هيك عندك عند 235 ملحق خاص بمجلة الأحكام العدلية، مش مقرر هالكلام، بس المقرر فيه أوريك أنا بس، هذا كله مكتوب كله بس في صفحة 240، ممكن يكون فيها تكرار. صفحة 240 وصف، مكتوب هيك وصف إجمالي للمجلة، هذا مقرر لمجلة الأحكام العدلية. وهي كتب لك وقد استبعدت هذه المجلة 3 أقسام. أنا إيش ذكرت؟ العبادات والجنايات وإيش كمان العقوبات يعني والأحوال الشخصية زواج الطلاق، هو كذكرهم هذا تستقرام كويس اللي أنا ذكرته من قبل، خليك مفتح وواعي. وقد استبعدت هذه المجلة 3 أقسام من الفقه: العبادات، الأحوال الشخصية، أحكام العقوبات. وبعد هذا المقرر في وصف إجمالي للمجلة في عندك 16/14 صفحة 241 اللي هي المجلة بالميزان. ومع المجلة بالميزان يعني المجلة هذه إيش عيوبها وإيش مزاياها؟ مجلة الأحكام العدلية اللي هو جهد فقهي عظيم حصل في كما قلنا في الدور السابع من أدوار الفقه الإسلامي اللي بيبدأ بظهور المجلة أيام الدولة العثمانية. عرفت الدولة العثمانية من الأتراك يعني كانوا حاكمين العالم الإسلامي، ووضعوا الأحكام المعاملات اللي هم 16 باب اللي ذكرناهم من قبل اللي بيبدأ بالبيوع، وحطوه بأشكال مواد قانونية إيش مزاياها وإيش عيوبها. فذاك هو من طبعا مزاياها تيسير الوصول إلى الأحكام القانونية، وعيوبها يمكن يعني هو ذاك عيب في الخطة في المنهج، وعيب في المضمون. والعيب في المضمون إنه استبعد، والله يعني أنا بتمنى كل ما أشوف المجلة أقول يا رب يا ريتهم كملوا وحطوا فيها العبادات والأحكام الأحوال الشخصية والعقوبات. بس هذا اليوم المقرر في صفحة 245 مصير المجلة هذا ملغى، إنما المجلة في الميزان يعني مزاياها وعيوبها بدك تقرأ، وهذا بيستمر معك
من صفحة 241 لصفحة 245، الربع الفوقاني بس، لأن تحت في مصير مجلة هذا ملغي بدناش إياه. وبنلتقي بإذن الله مرة أخرى لنعيد بعض الأفكار اللي طرحناها، لكن لننتقل أيضا كمان للدور الثامن اللي هو نهاية مقررنا في هذا الفصل. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، والسلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله نتمنى لكم النجاح والتوفيق.